الوفد المغربي عطى سلخه للعصا المرتزقه البوليزاريو اللي دخلوا حارقين الاجتماع قمه او القمه التحضيريه لقمه تيكاد القمه اليابانيه الافريقيه والمنعقده في طوكيو. فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه لكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. رجائي منكم كالعاده انكم تدعموا هذه القناه، الدعم ديالكم هو انكم تضغطوا على اعجاب، لان حدا اعجاب كاين ديزلايك، وبالتالي اعداء الوطن واللي ما باغينش هاد القناه كيديروا لينا ديزلايك، وبالتالي القناه ما كتطلعش لينا وما كتمشيش لاكبر عدد ديال الناس. فرجائي منكم انكم تدعمونا، وما تنساوش كذلك التعاليق فهي مهمه جدا. اول حاجه تعاليق، كنعرفوا الاراء ديالكم، الارتسامات ديالكم، شنو عجبكم في القناه شنو ما عجبكمش، كذلك تعاليق كتبين بلي هاد القناه راه عندها متابعين اللي كيتابعوها وهناك نقاش في القناه. فعلى بركه الله نبداو موضوعنا لليوم. في هاد الفيديوهات اللي غادي تشوفوا امامكم اللي غادي نبينوهم واللي تداولوا عبر صفحات ديال بوليزاريو واللي سماوه اعتداء الوفد المغربي على الوفد ديال بوليزاريو في القمة التحضيرية لقمة تيكاد القمة اليابانية الإفريقية واللي منعقدة في طوكيو. هذه هي الأخبار الرائجة اليوم، وبما أن اليابانية ما كتعترفش بالبوليزاريو واللي كتعتبرها غير واحد جماعة إرهابية، ما يمكنش أنها عرضها لهذه القمة التحضيرية ديال قمة تيكاد، هذا هو الطبيعي. فما تمتش الدعوة للبوليزاريو، لكن الجزائر كان عندها واحد الرأي آخر. الجزائر مصرة على حضور البوليزاريو واخا بواحد الشكل غير قانوني، بواحد الشكل غير شرعي. فما كان عليهم غير أنهم ياخذوا البوليزاريو ويدخلوهم شفرة لهاد القمة، يعني يدخلوا وسط الوفد ديال البوليزاريو أو الوفد ديال الجزائر لكن فيه الوفد ديال البوليزاريو. فغادي نوريكم واحد الفيديو كيفاش الوفد ديال البوليزاريو، يعني المرتزقه ديال البوليزاريو، جبدوا هذيك اللوحه اللي كانوا مخبيينها في الشنطه ديالهم وحطوها فوق هذوك المكتب باش يبانوا بلي حتى هما معروضين. يعني هاد الناس راه ما عندهمش العقل. فنشوفوا المقطع ونتلاقاو من بعد. فشوفوا معي الاخوان، شوفوا غير بشويه كيفاش خدا هذيك اللوحه اللي مكتوبوا فيها الجمهوريه الوهميه ديالهم وكيفاش حطها فوق الطبله. يعني شوفوا كيفاش، يعني الخدمه ديال الشفاره، الخدمه ديال الناس اللي عارفين راسهم جايين بلا قانون بلا شرعيه. فنعودوا المقطع، شوفوا معي الاخوان المقطع مزيان. فشوفوا معايا الاخوان، كانت يعني اللوحه ديال الجزائر وحيدوها او كحزوها وحطوا حداها اللوحه ديال الجمهوريه الوهميه. فهاد الناس عارفين ومتاكدين باللي ما عندهم لا شرعيه ما عندهم لا قانون ما عندهمش حق انهم يحضروا شي مؤتمر بحال هكا، لان حتى شي واحد ما معترف بهم. فشوفوا معايا، شوفوا معايا الاخوان، يعني المقطع راه باين مزيان كيفاش غادي يجبد هذيك اللوحه وحطها فوق داك المكتب. فشوفوا معايا الاخوان مزيان، هما متاكدين وعارفين حتى واحد ما معترف بهم باللي اليابان كتعتبرهم واحد الجمهوريه وهميه، واحد الجماعه ارهابيه، وجايين بالتخبيه، جايين بحال الشفاره باش يحضروا لهاد القمه باش الاعلام الجزائري والاعلام ديال بوليزاريو غير يصوروا داك المقطع ان اللوحه ديال بوليزاريو ديك الخرقه ديالهم محطوطه تما على انهم داروا شي انجاز ويصنعوا من لا شيء شيء. فهم كيقلبوا غير شي حاجة يلهيو بها بصبع، وكذلك المحتجزين ديال تيندوف. فكان الهدف ديالهم هو انهم ياخذوا صورة. وشوفوا شنو قالت اذاعة الجزائر الدولية تحت شعار الدبلوماسية ليست العنف، وانهاء احتلال الصحراء الغربية، اطلاق حملة تضامن مع السفير الصحراوي لامين ابا علي اثر الاعتداء الهمجي الذي تعرض له من طرف الوفد البلطجي المخزني خلال تمثيليه الجمهوريه العربيه الصحراويه الوهميه في اجتماع تحضيري لمؤتمر طوكيو افريقيا تيكاد. فهاد الشيء علاش كانوا كيقلبوا؟ فهم كيقولوا الاعتداء الهمجي وكيتكلموا على تمثيليه جمهوريه وهميه. فهما شكون اللي مشى صحا، شكون اللي دخل التخبيعه، وكان كانت عندهم الشرعيه او كان عندهم القانون وعارفين راسهم مرغوب فيهم وعندهم دعوه، فعلاش غادي يمشيو بالتخبيعه؟ وبما ان اليابان هي ما كتعترفش بهم وكتعتبرهم جماعه ارهابيه،
وبطبيعة الحال ما خصهمش يحضروا لهذه القمة أصلا لا وجود للبوليزاريو. فملي دخل الوفد الجزائري ودخل معاه الوفد ديال البوليزاريو يعني الشفرة داخلين صحة وداخلين شفرة دخلوا حتى جلس الوفد الجزائري وهما يجبدوا ديك اللوحة وحطوها فوق الطابلة كما شفتوا في الفيديو. الوفد المغربي رد البال باللي هناك المرتزقات البوليزاريو وضروري خاصو يتكلم ويحتج ان هاد الجماعة الارهابية لا غير معترف بها وحتى واحد ما قدم لها دعوة. وضطر الوفد المغربي يخرجهم صحة. فنشوفوا المقطع ونتلقوا من بعد. على ما يبدو ان هذا الشاب هو مغربي هو اللي احتج على تواجد الجمهورية الوهمية او داك الوفد الوهمي ديال البوليزاريو. فهاد الشاب المغربي هو اللي ضيع عليهم السوق هو اللي ريب ليهم كما كيقولوا الحفلة ديالهم اللي كانوا باغيين يديروها وباغيين يرفعوا صور ويهزوا صور يتصوروا بها ويبينوا باللي حتى البوليزاريو راه كتحضر القمم. شوفوا الفضيحه الاخوان هاد الناس ما كيحشموش كيقول ليه عيب عليك. فعيب عليكم نتوما اللي داخلين شفره عيب عليكم نتوما اللي جايبين ومجبدين ديك اللوحه ديالكم الوهميه وحاطينها على الطاوله وحاطين عليها ديك الخرقه ديالكم الوهميه فعيب عليكم نتوما اللي داخلين شفره. فهاد الناس يخافوا ما يحشموا كيقولوا الوفد المغربي ما تحشمش فهما اللي ما كيحشموش اللي دخلوا صحه وداخلين ماشي صحه داخلين شفره يعني داخلين مع الوفد الجزائري على انهم جزائريين حتى دخلوا وبغاو يبانوا باللي راهما من البوليزاريو ان تقدمت لهم دعوه وهادشي كامل باش يديروا واحد الحمله دعائيه ويديروا الاعلام اننا حتى حنا كنحضروا القمم وكنحضروا حتى حنايا المؤتمرات. فكانت سهله عندهم القضيه بلا عراضه وخدا واحد الشرعيه والفضيحه فضيحة كبيرة للنظام العسكري الجزائري هي فضيحة بقلاقل. واش دولة واللي كتعتبر نفسها دولة كدير بحال هاد الشيء كان هنايا او هنا كنتكلموا على النظام العسكري الجزائري اللي اليوم تفرش امام الدول وامام العالم انه كيخرق القانون انه هو كيدير شي حاجة اللي بدون شرعية. اذا اخواني اخواتي نكتفي بهذه الفضيحة ديال النظام العسكري الجزائري. انتظرونا في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.